مصرع 18 في قزمور. يا ساتر. سقوط مروحيتين في النجف. يا ساتر. بناء وحدات سكنية للشباب، حجرتين وصالة. يا مسهل. بقولك ايه، صدعتني باللي سقط واللي وقع. شوف لنا حاجة فيها فرفشة كده، شوف لي حظك اليوم. تؤمن انت بالكف وبالحظ وبالكلام الفارغ ده؟ يا عادل اسكت، ده انا في واحد زميلي في المدرسة بيفهم يعني في علم الفلك والكلام ده، يعني مدرس فلك يعني؟ لا لا، هو غاوي الكلام ده وبيفهم فيه. مسك كف في ايدي يقرهولي، ساعة ونص ما سابش كف في ايدي. ساعة ونص؟ ماسك ايدك؟ ساعتين الا ربع. ساعتين الا ربع ماسك ايدك؟ يا ابن اللذينة، انت لسه فاهمة دلوقتي يا هاني؟ ماسك ايدك ساعتين الا ربع؟ ايه، بيقرا لك الكف ولا بيفك لك شفرتك؟ اوعي حد بعد كده يمسك ايدك ولا رجلك، فاهمة ولا لا؟ حاضر يا عادل، حاضر، ما كنتش واخدة بالي. حاضر، شوف لي حظك اليوم. اوعي حد يمسك ايدك. حاضر. انت برج الجردل؟ الدلو. الدلو. ما الدلو يعني الجردل معروفة يعني. يصلك مال عن قريب، ما تنسناش بقى. حظك اليوم بيقول كده؟ يصلك مال عن قريب. لا انا على ما تنسناش بقى. اهي مكتوبة بين قوسين اهي. نفسي موعت وقفلت من حظك اليوم. خشي لي على صفحة الحوادث، شوف لنا كده طريق مصر اسكندرية الصحراوي عامل كام النهاردة. ايه في ايه؟ استني بقى ما اشوف الحادثه اللي على المحور جوه دي. ايه يا ماما، انت عملت حادثه مع الدولاب ولا ايه؟ هلاقيه يعني هلاقيه. هتلاقي مين؟ حرامي كان جاي مستخبي ان هو يسرق الشتوي مثلا ولا ايه؟ شتوي ايه وصيفي ايه؟ بدور على دفتر التوفير بتاع اختك سناء. اختي سناء، انصح واحده اختي سناء دي من زمان على فكره، وهي بتقعد تحوش بقى في حصالات صفيح، كانت بتعمل جمعيه بجنيه في الشهر مع صاحبتها نصحه نصحه يعني. فرحان قوي، ده بدل ما تتكسف على دمك ان اختك جايبه دفتر توفير من وراك. وايه المشكله يا ماما؟ هو دفتر بفره؟ تلاقيها شايله شيء وشويات وانت عارف. يا ماما ما تشيلي يا ماما، مش دفترها هي، حره فيه. لا بقى مش حره، انا مش طرطور هنا في البيت، لازم اعرف كل قرش داخل وخارج رايح فين. يا ماما اذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات بجلاله قدره ما يعرفش ياخد من سناء لحق ولا باطل. حلاقيه يعني حلاقيه. يا ماما تلاقي ايه بس يا ماما، هي حره، انت تحب حد يفتح بكك؟ وهو بك يا حسره في حاجة؟ طب وروني كده؟ أنا مش عارفة، أنا كنت عايزة أقول إنسين. ماما ماما بص يا ماما، إحنا هنا في البيت كعيلة متماسكة مترابطة متجانسة، ما ينفعش يا ماما إن إحنا نتدخل في خصوصيات بعض، لازم نحترم خصوصيات بعض. ماما بتدوري على حاجة؟ ما شفتيش الإشارة بتاعي؟ ما أنا غسلتهولك ونشرته زي ما هو نشف على الحبل دلوقتي. طيب. ما أنا حلاقيه يعني حلاقيه. بتدوري على حاجة يا تيتا؟ مالكيش دعوة انت. وده ايه ده كمان؟ لمي كراريسك دي، مش لما واحد يضيع تقعدي تعيطي. بس يا تيتا ده مش بتاعي، بتاعي صغنن وعليه دبدوب، ممكن يكون بتاع عمته سناء. سناء؟ سناء. الكراسة دي بينها بتاعتك، بنسرق العلم اللي بيشر اسم الله. لا يا ماما، الكراسة دي مش بتاعتي. وبعدين ايه الخط المقرف ده؟ مش بتاعتك ازاي؟ مش عارفة مش بتاعتي دي ايه. تعالي يا ماما. ايه؟ تعالي اسمعي. ايه؟
حينما تفتحت كزهرة لوتس برية كنت أحلم بفارس أحلام الذي سيخطفني على جواديه الأبيض الزرمك الشي ما عندهاش قواعد لغة خالص، ولكن حظي الأعثر جعلني زوجة لعادل الذي خطفني على كبوت سيارته المهك هكها. فقد كنت أحلم دائما بذكر بالغ، يعني راجل كبير يقود القطيع، لا أن يقودوه هو وأن يكون هو الفعل وليس رد الفعل. وهي مأساتي مع عادل الذي يتبع فيه أحيانا كثيرة طقوس والدته الشمطاء التي تشبه كثيرا أحدى بنوتردام، وأخته السايكو بربرية. السايكو بربرية؟ أنت سايكو بربرية؟ يا سلام، عجبتك قوي السايكو بربرية والشمطاء اللي قبلها بسطر دي، ما خدتش منك أي إحساس؟ هي مش الشمطاء دي الشتيمة؟ دي شتيمة وحشة قوي يا ماما. وحشة قوي يا ماما؟ دي من قاع المجتمع يا ماما. يا خرابي، هو إيه البتاع ده؟ دي مذكرات رانيا يا ماما. طب وحياة شرفي، لروح أجرجرها بشكرها وشدها من شعرها ووريها الشنطة دي على حق. لا اهدي يا ماما، ولا يكون عندك فكرة، أنا هقدبها لك. إزاي؟ بص يا ستي، أنا لما يكون عندي ولد في الفصل مضايقني ما بضربهوش، بتعلقيه من رجليه. ليه يا ماما وأنا منى الغولة؟ بسيبه على جنب وافضل ازله لغايه لما يتخنق يجي يبوس ايدي يقول لي عشان خاطري اضربيني وريحيني. طب ما تزليها هتشوفي عيني ليك. ديك النهار يا عادل، أم ميرفت الأميرة الطيبة اتخانقت معاهم وشوشو تحت الخضار على حزمتين فجل، وقالت لها كلمة كده أنا حاسة إنها مش ولا بد، قالت لها يا شمطاء. شمطاء دي كلمة فارسية مكونة من مقطعين، أول مقطع شمط وهو حيوان موطنه جمهورية خوارزم، والمقطع الثاني مان ده النداء الرسمي للخرفان في العيد. قالت لها يا شمطاء أم ميرفت وأم شيماء اتخان، وقالت لها يا شمطاء ده كانوا بيردحوا البعض في البرنامج الثقافي ولا ايه؟ معناها ايه دي بقى يا عادل؟ والله اللي أنا أعرفه إن شمطاء دي يعني ست العجوزة الكركوبة اللي جلدها مكرمش اللي طقم أسنانها واقع. سيبنا بقى من الكلام ده خلاص، بقى أم ميرفت الطيبة الحلوة الجميلة يتقال لها يا شمطاء أم شوشو المزغودة اللي ما عندهاش دم. أم شوشو هي اللي قالت لأم ميرفت كده؟ بقول لك ايه، شمطاء ومكرمشه بقى أم ميرفت مكرمشه، ده احلى حاجه فيها بشرتها ولا حسنتها ولا ضحكتها الغمزات يبقوا في خدودها يجننوا. ضحكتها ايه يا ماما؟ أم ميرفت دي ضحكتها بتجيب اخر الشارع. اخلص يا عادل، ما تقولش على أم ميرفت كده، احلى حاجه فيها ضحكتها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماما دي عجيبة. شوف امبارح ما كانتش طايقة أم ميرفت ومتضايقة منها جدا إنها أخرت إيد الهون ساعة اللي استلفتها منها، النهاردة مستعدية تتبرع لها بكليتها الشمال. عادل روحي حياتي ترارارا. يا سلام، إيه المشاعر الفياضة اللي أنت جبتيها دي؟ نزلتيها منين؟ من النت؟ اسكت يا عادل، أما النهاردة حصل حتة حكاية. إيه حصل إيه؟ شيماء زميلتي في المدرسة مدرسة الكيمياء فجأة كده يا عادل عايزة تتطلق من جوزها. تتطلق ليه؟ بعد 10 سنين جواز فجأة بتقول ان هو ما بقاش فارس احلامها اللي المفروض يخطف على حصان. يخطف على حصان؟ هي طموحها انها تتجوز عربجي؟ اشترط على فارس احلامها يخطف على حصان ابيض يكون زمركوشي. زمركوشي؟ كانت عايزة تتجوز مملوك ولا ايه؟ ايه يا روني مالك يا حبيبتي، اعصابك تعبانه ولا ايه؟ في ايه يا راني؟ ايه اللي حصل؟ لا يا عادل، ده ارتطام عفوي. دورت
رانيا يا ماما بتدور على حاجة؟ يمكن بتدور على اسم النبي حارسها وصيرها مذكراتها. آه مذكراتها. اللي قالت عليكي فيها سايكو بربرية. واللي قالت عليكي فيها إنك شمطاء. طب تفتكري بقى ممكن ما تلاقيش اسم النبي حارسها المذكرات دي؟ هي لو فتحت دماغها وسمعت الكلام وبقت مؤدبة ومشيت على العجين ما تلخبطوش احتمال تلاقيها. طب ولو ما عملتش كده؟ احتمال بقى يا ماما جوزها يعرف ان هو ما كانش فارس احلامها اللي المفروض يختفى على حصان ابيض زرمكشي، ومامتها كمان احتمال تعرف انها بتقول عليها انها غبيه وتخينه. يا دي المصيبه، مامتها وجوزها. لا 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 لا، احنا لازم نساعدها. احنا دلناها على الطريق يا ماما وهي بقى تساعد نفسها، هي صغيره. انا تحت امركم في كل اللي تطلبوه. رانيا انا مزنوقه في خروجه كده، بلوستك البامبا نظيفه؟ انت عارفه كويس ان انا ما بسلفش حاجتي لحد. عارفه كويس قوي. اه ماشي حقك برضو. تعرف يا عادل؟ عادل ما يعرفش مكان البلوزه بتاعتي. قومي هتلاقيها في رابع ضرفه في الدولاب. قومي. ايه ده معقوله يا رانيا هتسلفيها بلوستك؟ حياتي اختي اختي حبيبتي. يا سلام، انا بحب قوي الروح الجماعيه اللي بينكم دي، يعني تسلفيها البلوزات والجيبات، يعني تتعاملوا مع بعض بقى تتعاونوا يعني كاخوات فعلا. برافو عليكي. طبعا يا حبيبي طبعا. رانيا حبيبتي ما شفتيش الشبشب بتاعي ابو صباع؟ لا يا طنط، اصل انا مش فاكره حاطاه فين. تحت السرير، تحت الدولاب، تحت الحوض، من فضلك شوفي لي هو فين. حاضر يا طنط. حبيبتي حبيبتي حماتي حبيبتي. ايه ده؟ معقوله هي وصلت لابو صباع كمان؟ لا ده كده انا ممكن اتشجع واطلب منها بقى. رانيا كوبايه ميه لو سمحت. وانت ما تقومش تجيبها لنفسك ليه؟ ما فيكش قدر ولا ايه؟ ولا مامتك اشتريت لي الخدامه بتاعتك؟ رانيا يا ريت بسرعه تجيبي له الميه. حبيبتي حماتي حاضر يا ما بعرفش ضيع ولا حلقه منه. بس دي اخر حلقه في المسلسل النهارده. يا سلام. اه والله. رانيا روني حبيبتي انا مش عارفه ليه عندي صداع ودماغي عماله تضرب سبعات في تمانيات في سامبوكسات. ممكن تعملي فنجان قهوه ساده بس اظبط بينا فوخي؟ حاضر يا سلام حاضر يا سلام. بلاش بلاش مسلسلات بلاش راحه. متشكرة قوي يا رانيا، مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. ايه ده يا رانيا؟ ايه ده؟ انت قاعدة تلعبي وسايبة المكوة قد كده؟ مكوة ايه؟ مكوة ايه؟ حرام عليكم حرام عليكم يا ناس. ارحموني بقى ارحموني بقى، انا من الصبح بطبخ وبكنس وبنضف وبشطف وبعمل كل حاجة. ارحموني بقى. ارحموني ارحموني دي، واحنا مولعين نار وشدينك على سيخ وبنهوي عليكي ولا ايه؟ ولا يمكن حاطين على بطنها حجر وبنعذبها؟ لا
لا لا بجد بحرم، حرام حرام بجد، لقد اوشكت طاقتي على النفاذ. سلامة بطارياتك يا حبيبتي، ماما لو سمحتي ممكن تجيبي لها الشاحن من التسريحه؟ حزين ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف حزين ايه بالظبط. ده انا لو جاريه من جواري بتوع سوق عكاظ كان زماني خدت جمعه وسبت وحد اجازه. ليه جاريه في البنك المركزي؟ بطلي لو سمحتي سخريه على كلامي. السخريه دي زي شنطاء بالظبط. لا ما تقصدش يا ماما، هي قصدها سخرية ان احنا بنتمسخر عليها بنشتغلها يعني. انت حساسة قوي يا رانيا. لا يا حبيبتي، ده انا بحبك زي بنتي بالظبط، بس كل ده من العشم. يا رب انا عشمي فيك كبير تخلصني منهم ويفتصل كده يا رب. اف بقى. ياه يا رانيا، من زمان ما قعدناش مع بعضينا قعده حلوه زي كده. وعلى فكره عادل، ده ليه تاثير سلبي غير مرئي على العلاقه اللي بينا. عموما تحبي تطلبي ايه؟ ممكن اطلب باي حاجه مختلفه متوازنه السعرات. طب تحبي نطلب مثلا 2 مكرونه بخاصيه الكبده؟ عادل عادل عادل، قريت مسرحيه كراسي الاعتراف للكاتب المسرحي المشهور المؤلف العالمي ارنولد وشو. ارنولد وشو؟ لا انا شفت فيلم لهيب الانتقام بتاع ارنولد شوارزنيجر. بصي يا عادل، هو اي كائن حي يعيش ويتعايش ويتنفس ويتفاعل مع الطبيعه بيبقى جواه كم هائل من المشاعر والمتناقضات والاحاسيس والاحتياجات. لو ما حصلهاش تفريغ، علماء النفس بيقولوا ان هو ممكن يجيله مشكله وحطب في الجهاز الفني التنفسي. بعيدا عن ان انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوليها، بس يعني انت عايزه توصلي لايه بالظبط يا رانيا؟ هو انا كنت مخبيه عليك حاجه يعني. عادل عادل، انا خنتك يا عادل. ايه خنت يا شيخه؟ انا افتكرتك كنت هتقولي ايه. خنتيني يا رانيا؟ بكهش قوي يا باشمهندس. بس تكلت على الله، خنتيني يا رانيا. عادل حبيبي، انا خنتك بمؤلفاتي بكتاباتي. عادل بكتاباتك ازاي يعني؟ خنتيني مع اجنده؟ لا بصراحه بقى، كتبت عنك كلام وحش قوي. ما هو اصلي يا عادل العلاقه بينا فيها مشكله طول الوقت، انا بحس كده ان في حاجات ناقصه. هقول لك بعدين. ايوه يعني كتبتي ايه في الاجنده؟ يعني مذكراتك مثلا، كتبتي ايام الاعداديتك مراهقتك والكلام ده مثلا؟ كتبت مذكراتي عنك، بس مش هي دي المشكله. المذكرات اللي انا كتبتها عنك دي هبقى احكيها لك بعدين، مش مشكله. المشكله دلوقتي ان سناء ومامتك عرفوا وخدوا مذكراتي ومسكينها عليا زله وعاملين يتامروا عليا وبيعملوا لي على اني جاريه من سوق عكاظ، ودي حاجه مضايقاني وخنقتني، فقلت اعترف لك وخلاص بقى اللي يحصل يحصل. طيب بص يا رانيا، بالنسبه لماما وبالنسبه لسناء، انت ما تسمعيش كلامهم، يعني هم يحاولوا يستغلوكي، انت بلطجي معاهم. ما تنفذيش اي حاجه هم عايزينها لغايه ما نتصرف بعد كده في حكايه مذكراتك اللي انت كاتباها عني دي بقى هنا. رانيا، ممكن تلمعي لي جزمتي البني؟ لا مش ممكن، لاني انا ما بلمعش الجزم لحد، انا بس بضرب بالجزم. حلو يا رانيا، حلو. ماشي حقك. تعرف يا عادل ان رانيا كاتبه مذكراتها؟ طب وفيها ايه؟ معادي جدا، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. طب تعرف يا عادل ان هي كانت بتحلم بفارس احلام يخطفها على حصان ابيض رماح؟ حصان ابيض رماح؟ والله انت عامله زي القطط، بتاكل وتنكري. ليه انا مش خدتك القناطر وركبتك حمار ابيض وبرده كان رماح؟ هي حره تركب اي حيوان هي عايزاه. ليش؟ ايه رايك؟ تمام. رانيا خدي رفيلي الشراب ده. انا ما برفيش شرابات لحد يا طنط، ممكن حضرتك ترفيه او تديه لبنت حضرتك ترفيهولك براحتكم. كده تعرف يا عادل. ايوه عارف يا ماما ان رانيا كاتبه المذكرات بتاعتها.
وتعرف كمان انها كاتبة انها كانت تتمنى تعيش مع فارس احلامها في جزيرة. في جزيرة؟ والله عاملة زي القطط يا رانيا، جزيرتين اللي تعيشي فيها. انا مش خدتك قبل كده جزيرة الشايف ان انت الحيوانات وغديتك وحلينا كمان برز بلبن؟ عادي احنا مش اتفقنا ولا ايه؟ هي حرة يعني يا ماما تحلم باللي هي عايزاه. وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك فاشل في قيادة القطيع وان القطيع هو اللي بيقودك. ايه الكلام ده بقى؟ عادل بقى، هو انتوا قريتوا مذكراتها كلها ولا ايه؟ وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك مش ممكن تبقى فعل، دايما رد فعل. لا 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 كده كتير. او انا رد فعل؟ ايه يا عادل انت بتتخانق معاه علشان انا كتبت كده؟ ما بتخانقش معاهم هم علشان اقتحموا خصوصياتي؟ خصوصيات يا ام خصوصيات؟ تقولي عن الكلام ده كله وتقولي لي خصوصيات؟ خصوصياتي ايه؟ يا سلام، ما انت كمان كاتب في مذكراتك ان انا مش فتاة احلامك وعمري ما كنت البنت اللي بتحلم بيها. ايه انت قريتي كمان مذكراتي؟ لعلمك بقى انا ما احبش حد يقتحم خصوصياتي. خصوصياتي ايه يا ابو خصوصيات؟ ايوه خصوصياتي، لان دي حاجه ببقى انا المسؤول عنها، دي حاجه انا بفكر فيها وبكتبها في المذكرات، فانا حر اكتب اللي انا عايزه. خلاص انا كمان حره ان اكتب اللي انا عايزاه. لا انت مش حره، انت متجوزه ومتجوزه راجل، لازم تحترميه ولازم تحترمي كل كلمه بيقولها الراجل ده قدامك. خلاص انا كمان، انت كمان متجوزني ولازم تحترم كل حاجه انا بحس بيها جوايا. ايوه حسابي اللي انت حاسه بيه ده كان ايه؟ كان ايه بتكتبي جزيره جزيره اللي انت عايزه تروحيها؟